موقع شبيه ان شاء الله بالموقع اللي احنا هنشرحه النهارده. اللي انت هتتعلمه في الكورس ازاي ان انا اعمل موقع شبه ده. هبتدي ابني الصفحه الرئيسيه بتاعتي، يعني هنا مثلا الصفحه الرئيسيه هيبقى بالشكل ده اهي، ماشي؟ ممكن ان انت تشوفها اهي واحده واحده. هنشوف ازاي نحط الحاجات دي كلها، نحط الاضافات دي، نعمل فوتر ده. هاجي هنا مثلا عند حملات السوشيال ميديا، دي تعتبر صفحه تانية من الصفحات. هضغط بالشكل ده، هشوف هنا ازاي. بص هنا هتلاقي ان احنا عاملين سلايدر بالصور فيه بتتعدد على حسب الحاجة بتاعتك اللي انت عايز تعرضها. هتبتدي ان انت تبني الصفحة كده ويبقى فيها برضو السلايدر بتاعك ويبقى فيها الخدمات بتاعتك بالشكل ده. بنينا الصفحات الأساسية بتاعت الموقع. هبني الكونتاك فورم بالشكل ده، ابتدي ان انا اعمل كونتاك فورم يوديني على ايميل معين. هنبتدي ان احنا نشوف ازاي ان احنا نعمل حاجة زي كده بالظبط. طبعا هاجي اعمل اللي هي الدروب داون منيو، دي اللي هي المنيو الفرعية من المنيو الاساسية. يعني مثلا هنا الكورسات، لو انا جيت ضغطت على اي كورس من الكورس ده، حاجة زي كده مثلا، يبتدي يطلع لي الموضوعات بتاعت كل كورس من الكورسز اهي. ليرن مثلا اوفيس، تعليم الاكسل، ابتدي ان انا ابتدي اشوف، ماشي؟ اعمل الشريط الجانبي ده ازاي واعمل الحاجات دي كلها ازاي. اختار اي حاجة، مثلا كورس الربح من الانترنت، ماشي؟ يبقى كل صفحة، كل قائمة من القوائم الفرعية ده اهي بتوديني على صفحة في قلبها مجموعة من المقالات. ضغطت مثلا على القائمة الفرعية اللي هي الربح من الانترنت، ابتدى ان هو حمل لي الصفحة، اظهر لي اللي هي المقالات اللي فيها. يعني هنا مثلا اهي قراءة المزيد، يبقى دي في مقالة اهي اللي هي افضل بديل لليوتيوب، في مقالة تانية، في مقالة تالتة، وهكذا، ماشي؟ ابتدى يحمل لي الحاجات اللي انا عاملاها. عاملين شريط جانبي، طبعا مدونة، دي هتبقى المقالات اللي هي هتنشط الموقع بتاعك بالشكل ده، ماشي؟ هتعلم ازاي ان انا احط المقالات دي، وازاي ان انا انسقها، ازاي ان انا اعمل الشريط ده. هي شايفين كده بيعدد لي المقالات، مقالة واحد، مقالة اتنين. اعرف مثلا ازاي ان انا احط الاضافات في الصفحات بتاعة المقالات. هقول له مثلا قراءة المزيد، بيبتدي ان هو يفتح لي الصفحة بتاعة المقالة، يبتدي ان هو ابني المقالة بتاعتي اهي بالشكل ده، احط الفيديوز، احط المعلومات بتاعتي، احط مقالات تكون متعلقة بيها، احط نبذة عني، وهكذا. يبقى هو ده الموقع اللي احنا هنبنيه النهاردة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل موقع ووردبريس احترافي. ازاي ان انا اعمل موقع من الاول خالص لحد ما يظهر الموقع بالنسبة لي بصورة احترافية، ويكون معاه مدونة عشان اقدر احقق الربح عن طريق جوجل ادسنس. طيب اول حاجة هعمل ايه؟ هي الحاجات اللي احنا هنستعرضها في الكورس بتاع النهاردة او في محاضرة النهاردة. اول حاجة ازاي ان انا هحجز الهوست والدومين. تاني حاجة انصب الورد بريس ازاي، تحديد قالب مناسب، وهنحدد لكم ايه هي القوالب المناسبة، تخصيص السمات العامة للقالب ده، تصميم الصفحة الرئيسية وعمل اللوجو، تصميم صفحات الموقع، تهيئة نموذج الاتصال، وتهيئة المدونة، كتابة المقالات، وتهيئة الويدجات، أهم الإضافات في وورد بريس، وآخر حاجة حماية الموقع. تابعونا إن شاء الله في الكورس بتاعنا، ماشي؟ لحد آخر الفيديو. الفيديو دوت أنا عملته إن هو يكون فيديو كامل متكامل، إزاي إن أنت تعمل تعمل موقع احترافي من الألف للياء. ان شاء الله رب العالمين نفيدكم بالفيديو ده. اللي عايز اي سؤال يعمله في التعليقات، اللي عايز شرح لاي برنامج من برامج الكمبيوتر او من حاجه خاصه بمواقع الانترنت، ممكن ان هو يكتبها لي في التعليقات وانا هعمل لها شرح مفصل. اتمنى ان انتم تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناه علشان نفيد ناس كتير كتير، وتساعدونا ان احنا نقدر نكمل ونعمل لكم شروحات كتير لكل الحاجات الخاصه سواء بالانترنت سواء بالكمبيوتر. نبتدي بقى ان شاء الله الموقع بتاعنا. عايزه اعمل بقى انتر اكتف للموقع. يعني ايه انتر اكتف؟ يعني انا مثلا الصفحات دي بتبقى ثوابت بالنسبه لي، ماشي؟ يعني مش هغير الكورس بتاعتي، او حتى لو غيرتها هضيف كورس او اقلل كورس، وهكذا. طيب انا عايزه اعمل الموقع يبقى انتر اكتف، ان انا اجذب ليه الزوار على اساس ان هو يجي له ناس ويقروا من عليه مواضيع ويتفاعلوا معايا، ماشي؟ يبقى لازم اعمل حاجة اسمها مدونة.
طيب المدونة دي بيبقى فيها ايه؟ بتبقى مقالات عن المجال بتاعي. يعني انا مثلا في المجال الطبي ممكن ان انا اكتب في المجال الطبي، اكتب مقالات على اساس ان انا تثير الناس لما تشوف العناوين، فالناس تبتدي تخش على المدونة بتاعتي وتبتدي انها تعمل لي انتر اكتف في الموقع، الموقع يبقى متفاعل معاك. ادخل بقى تاني على الوورد، على الداشبورد بتاعتي، هاجي هنا ادخل على الداشبورد بتاعتي، تمام، وهلاقي عندي حاجة اسمها المقالات. طيب المقالات دي لو انا مثلا هكتب مقال واقول له اضف جديدا، تمام، شوف كده، فتح لي الإديتور بتاع الكتابة العادي خالص زي كأني بعمل صفحة من الصفحات، وبيقول لي عايز تحرر عن طريق الإليمنتور ولا عايز تحرر عن طريق الإديتور بتاعي. ممكن بقى مثلا هبتدي إن أنا أكتب مقال وليكن إيه، هنعمل مثلا باراجراف، هكتب على ماشي عنوان مثلا عندي أهو، ماشي، افضل بديل لليوتيوب، وابتديت ان انا انسق المقال بتاعي، لون النص بتاعي خليه اسمر اهو، ماشي، وهاجي اعمل له عنوان، تمام، احطه انسق بقى زي ما كأني بكون بكتب مقالة، يعني اكبر شوية اهي، اكبر شوية عشان اكبر الخط بتاعي شوية، ترويسة واحد ترويسة اتنين، دي احجام الخط بتاعي، بص كده كبرت اهو الخط بتاعي شوية عشان انا حطاه على انه عنوان. طيب عايزة اضيف صورة في المقالة، هاجي على علامة الزائد وابتدي مثلا ان انا اضيف صورة، تمام، ارفع صورة، ماشي، دي طبعا مقالة انا كاتباها قبل كده بس عشان اشرح لكم عليها، فعلوا الصورة بتاعته، حطيت مثلا صورة اهي، ماشي، ابتدي ان انا اصغر الصورة بتاعتي شوية، اعدل بس الحجم بتاعها، تمام كده، اضغط من هنا عشان يبتدي يعدل لي حجم الصورة، اصغر شوية او اكبر شوية او انقلها وهكذا يعني، تمام، خليه. عايزه احط طبعا فيديو اكمل بقى المقاله بتاعتي، يعني انا عايزه احط عنوان، احط، عايزه احط فيديو احط، ماشي، اخد طبعا فيديو، كلنا عرفنا ازاي بينضاف الحاجات دي كلها. طب كفايه مثلا انا كده خلاص مش عايزه حاجه تانية، كفايه قوي عن المقاله كده، واحط عنوان للمقاله بتاعتي، هاجي هنا مثلا انا عامله عن ايه، افضل بديل لليوتيوب، خلاص اخد العنوان، كنترول في، ضفته، تمام، خلاص، وبعدين اقول له نشر ونشوف كده ايه اللي هيحصل، اشوف كده ايه هيحصل. فبيقول لك هل انت مستعد للنشر، عايزه عام الناس كلها تشوفه، هقول له مثلا خلاص تمام انا عايزه انشر، ماشي، وشوف كده ايه اللي اتغير، تمام. طيب هروح على الموقع بتاعي، الموقع بتاعي هبتدي ابص في الموقع، المقالة ما ظهرتش معايا، بص كده ما ظهرتش في اي صفحة من الصفحات، مفيش، مفيش، المقالة بتاعتي ما ظهرتش خالص، ماشي. طب هي ما ظهرتش ليه؟ لاني انا ما حددتش لسه المقالة دي هتتحط فين. هروح تاني ارجع على الداشبورد بتاعتي بالشكل ده واقول له طيب خلاص انت نشرتها لي، اطلع من دي، خلاص ليف،
وابتدي احدد له انت هتوديها فين المقالات دي. هنزل هنا عند الاعدادات، اروح على الاعدادات واختار له، ماشي، الاعدادات عندي، اختار منها قراءة. عند قراءة بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عايز الصفحة الرئيسية بتاعتك، يبقى انهي صفحة؟ هتلاقي اسامي الصفحات بتاعتك كلها هنا موجودة اهي. عايز الصفحة الرئيسية بتاعتك دي، عايز الصفحة الرئيسية دي، عايز الصفحة الرئيسية دي. طبعا الطبيعي انها بتبقى هوم، بسيبها هوم زي ما هي. وبعدين بيقول لك اعمل صفحة للمقالات عشان اظهر لك المقالات بتاعتك فيها. طب انت عايز الصفحة دي ولا دي ولا دي؟ ماشي. طب انت الصفحات دي ما هياش موجودة بالنسبة لك، بعمل ايه؟ بروح على الصفحات تاني واقول له اضف جديدا، انا عايز اضيف صفحة. تمام. اكتب اسم الصفحة المدونة، ماشي، وابتدي اكتب مثلا اي حاجة هكتب فيها. مقالات، كل ما يهمك مثلا، كل ما يهمك عن حسب بقى نشاط شركتك، عن المواقع الإلكترونية. تمام. وقول له نشر. طيب هل هي كده الصفحة دي هتبان؟ لا لسه مش هتبان. اطلع تاني واجي على القوائم، لازم احطها في قائمة عشان تظهر الصفحة دي معايا. يبقى هاجي هنا على المظهر واقول له القوائم، وريني القوائم اللي عندي. هبص الاقي القائمة بتاعتي اهي، يبقى انا طلعت على المظهر ورحت على القوائم. فبيقول لي انت عندك القائمة الاساسية اللي اسمها بريمياري مينيو، في قلبها الصفحة الرئيسية، في قلبها الكورسات، في قلبها ماذا عنا، في قلبها خدمات اخرى، في قلبها المتجر. لا انا عايزة اضيف لها صفحة كمان. يبقى هروح هنا على الصفحة بتاعت المدونة، اعلم عليها بالشكل ده واقول له اضف للقائمة. ظهرت اهي عندي الايه، المدونة. ممكن احطها قبل او بعد زي ما انا عايز بقى، ممكن اسيبها عادي بعد المتجر مفيش مشكلة. وهقول له حفظ القائمة. يبقى انا كده حطيت اللي هي المدونة اهي، حطيتها في القائمة. طب اروح على الموقع بتاعي ابتدي اشوف هي انضافت ولا لا، اعمل ريفريش للموقع بتاعي. بص كده انضافت عندي كلمة المدونة اللي هي القائمة الجديدة، الصفحة الجديدة اللي انا عملتها. طب انا لو جيت دخلتها دلوقتي ما لقيتش فيها غير ايه؟ كل ما يهمك عن المواقع الالكترونية، الكلام اللي انا كاتباه. طب انا عايزة احط ان اي مقالة من المقالات هتنزل عندي في الصفحة بتاعت المدونة، هعمل ايه؟ ارجع تاني وهاجي هنا على اعدادات واجي على قراءة، نركز بقى فيها دي، واروح اقول له قراءة تمام، واروح اقول له والله الصفحة الرئيسية بتاعتي اعملها لي على هوم. طب صفحة المقالات، اي مقالة اكتبها نزلها لي في الصفحة اللي اسمها المدونة اهي، اخترتها بالشكل ده. فبيقول لك انت عايز تعرض كام مقال في الصفحة، فانا بحدد له مثلا 10 مقالات او اقل زي ما انا عايز. ماشي. احدد انا عايز النص كامل ولا عايز ملخص، ماشي، على حسب انا عايز ايه بالظبط. واقول له خلاص ماشي، احفظ التغييرات ده اهي. انا شفت كده الاعدادات العامة بتاعتي، ماشي. طيب هاجي هنا على الكتابة، بتيجي هنا على التصنيف الافتراضي للمقالات. يعني ايه بقى تصنيف للمقالة؟ ماشي. تصنيف المقالة دي يعني انا مثلا هكتب مجموعة من المقالات، مقالات عن تخصص، يعني مثلا مقالات عن تصميم المواقع بتاعة الانترنت،
هكتب 20 30 موقع، يبقى انا عندي دلوقتي في تصنيف عن تصميم المواقع. طب عايزه اعمل مثلا مقالات تانية خاصه باشهار المواقع، ماشي، هعمل لي برضو كذا نوع من كذا نوع من المقالات في اشهار المواقع. يبقى انا عندي كده كذا تصنيف، التصنيف كأنه قسم، ماشي، قسم موجود في قلب الايه الموقع. طيب هنشوف دلوقتي، هو بيقول لك مثلا انت عايز تغير التصنيف الافتراضي ده، ماشي، ان كاتيجوري، خلاص ماشي خليه ان كاتيجوري، ماشي، عايز تغيره بتبتدي ان انت تغيره، ما فيهاش اي مشكلة. طيب هاجي هنا عند القراءة دي، خلاص احنا عرفنا هي بتعمل ايه، ماشي، صفحة ثابتة خلاص، وحددت عدد العناصر بتاعتي، تمام. هاجي هنا بعديها على المناقشة. يعني ايه مناقشة؟ انا دلوقتي اي حاجة ببتدي ان انا انشرها، ماشي، على المدونة، ممكن انها يبقى فيها تعليقات. طيب التعليقات دي ان هو مثلا ممكن حد يحط لي تعليق ارد عليه وهكذا، ماشي، من هنا اقدر اتيح التعليقات دي، من هنا اشيل التعليقات لو انا مش عايزة ان انا حد ينشر لي تعليقات، ماشي، يجب الموافقة على التعليقات يدويا لو انا مثلا مش عايزة اي حد يكتب التعليق، التعليق يبان. بتبتدي بقى ان انت تشوف الحاجات دي كلها، ماشي، ما فيهاش اي مشكلة على فكرة. طيب هنا برضو الصورة الرمزية بتاعة التعليق، صورة الشخص اللي بيعلق لو هو مش هيخش جوه الموقع، لو هو مثلا هيحفظ هي هي هيبقى فيه صورة الموقع فارغة، صورة غامضة، وهكذا، ماشي. طيب الروابط دي من اهم الحاجات، الوسائط الاول عشان ما نبقاش عدينا حاجة في الاعدادات، ماشي، الوسائط، ايه هي الوسائط اللي هي احجام الصورة، حجم الصورة الصغيرة هتبقى 150 في 150 تقدر ان انت تغيرها، الصورة المتوسطة 300 في 300، الصورة الكبيرة وهكذا، ماشي. يبقى دي الملفات اللي ممكن تترفع، طبعا انت تقدر ترفع فيديوهات او تقدر ترفع صور. طيب الروابط الدائمة دي من اهم الحاجات على فكرة. طيب ايه من الروابط الدائمة انا عايز اعرفه؟ انا بقول مثلا عنوان المقالة، ماشي، ودي اللي احنا حددناه، ان احنا عايزين لما يجي يحدد لي يحدد عنوان المقالة، ممكن يحددها عادي باليوم وبعنوان المقالة، ممكن بالشهر وبعنوان المقالة، ممكن بالرقم، ماشي كده. هضغط على المقالات واجي على المقالة اللي انا عملتها اللي هي افضل بديل لليوتيوب، واقول له تحرير، فتح لي المقالة بتاعتي اللي انا كنت عاملاها، وهاجي هنا اضغط على علامة الاعدادات وابتدي اشوف بقى ايه اعدادات المقالة دي، واقول له اه المقالة، ماشي. هنا بقى بيقول لي حالة الصدور بتاعي عام، نشر انشرها ولا ما انشرهاش، احطها فين، الرابط اللي هو الاسم اللطيف ده هو اسم، من الافضل طبعا ان انت تحطه اسم المقالة، التصنيفات، ماشي، ادي التصنيفات بتاعتي، ماشي. انا هنا ما اناش عاملة تصنيف، انا عندي تصنيف اللي هو ايه الان كاتيجوريز. طب انا عايزه اضيف تصميم واقول مثلا ان ايه ده هحطه من ضمن مواقع بديله لليوتيوب، او اقول له مثلا مواقع شهيره، هضيف تصنيف جديد، اقول له ايه اضف تصنيف جديد وسموه لي مثلا مواقع شائعه، خلاص يبقى ده اسم التصنيف بتاعي، واقول له اضف تصنيف، يبقى انا كده عملت تصنيف جديد. عايز احط فيه المقالة، خلاص اعلم على مواقع شائعة ده واشيل على ان كاتيجورايز، تمام. وهاجي هنا انزل وسوم، ايه هي الوسوم دي؟ اللي هي الكلمات الدلالية، الكلمات اللي لو اي حد كتبها على جوجل وهو بيدور، ماشي، يظهر له المقالة بتاعتك. باجي هنا مثلا اخد كلمة زي اليوتيوب، لان في كتير جدا مثلا بيبقى بيبحثوا عنها، اكتب له مثلا يوتيوب،
يبقى دي من الكلمات الدلالية بتاعتي. بيقول لك افصل ما بين كل كلمة وكلمة بإنتر أو بفاصل. ممكن أفصل عادي بإنتر وأقول له مثلا إيه بدائل اليوتيوب، أي حاجة بقى تدل على اليوتيوب تدل على المقالة اللي أنت كاتبها. تمام. طيب هاجي هنا على الصورة البارزة للمقالة. يعني ايه صورة بارزة للمقالة؟ يعني صورة تظهر للي هيجي يخش قبل ما يفتح الايه المقالة دي. هضغط عليها بالشكل ده واقول له انا عايز اعمل صورة بارزة للمقالة. ممكن اخليها نفس الصورة اللي ايه اللي احنا اخترناها جوه المقالة، او غيرها حط صورة تانية. ماشي. واقول له تعيين الصورة دي تكون هي الصورة البارزة. تمام. طيب مقتطف اللي هي ده اختياري، يعني ده انت ممكن تكتب تلخيص للمقالة بتاعتك او ما تكتبهاش، مش مشكلة يعني. ماشي. مناقشة ان انا اسمح بالتعليقات او ما اسمحش، اللي هي التعليقات اللي احنا كنا بننسقها عن طريق الاعدادات دلوقتي. عايز اسمح بالتعليقات تمام، مش عايز اسمح خلاص، انا مش عايز اسمح بالتنبيهات والتعقيبات وكده خلاص. ماشي. خصائص المقالة هي في القالب الافتراضي بتاعي. هنا بقى بيقول لك عايزني احط لها شريط جانبي. احط شريط جانبي، وهنشوف دلوقتي الشريط الجانبي ده ممكن نحط فيه ايه بالظبط. طيب خلاص ماشي، خلصت كده كل الاعدادات بتاعت المقالة بتاعتي، اقول له نشر. ارجع على الموقع بتاعك عشان تبتدي ان انت تشوف هل الحاجات دي تمت ولا ما تمتش. ماشي. ادي المدونة، هضغط كده ظهر ايه، ظهر عندي الصورة البارزة هي اللي انا عملتها للمقالة، وظهرت عندي المقالة بتاعتي. شوف كده ادي المقالة اهي. لو قلت له اقرا بقية المقالة هيفتح لي المقالة بتاعتي اهي. ماشي. وادي المقالة اللي انا كتبتها ظهرت قدامي اهي. طيب انا بقى عايز احط شريط هنا في الجنب يكون في قلبه المقالات بتاعتي كلها. يعني انا دلوقتي عرفت ازاي ان انا كتبت المقالة وحطيتها في صفحة المدونة، وعرفت ان هو ده من ضمن ايه، من ضمن التصنيف اللي انا سميته الشائعة. طيب هاجي هنا على الموقع تاني، خلاص اطلع بقى. عايزين نكتب مقالة تانية تكون بتصنيف تاني، اقول له اضف جديدا. تمام. وابتدي اضيف المقالة. تمام. كنترول في، خلاص كده انا ضفت المقالة بتاعتي. ماشي. اعمل طبعا العنوان بتاعها اظبطه. واروح على الاعدادات، اخد الاول العنوان ده احطه عنوان للمقالة بتاعتي. اضافة عنوان. تمام. واروح على الاعدادات، ابتدي بقى اشوف. تمام. هنا التصنيفات. طب انا عايزة اضيف تصنيف جديد، هقول له لا حط لي تصنيف جديد، هسميه مثلا الربح من الانترنت. تمام. واقول له اضف تصنيف، واجي هنا هقول انا عاملاه علامه الصح على التصنيف بتاع الربح من الانترنت، يبقى هي تنضاف هنا. ماشي. طبعا عرفنا خلاص الوسم الجديد ده مثلا، خلاص بقى احنا عرفت الرسوم دي ان هي الكلمات الدلاليه الربح من الانترنت. طبعا ممكن تحط كلمات اكتر، يعني احط لك الصوره البارزه، نحط الصوره اللي هتدل على المقال، اقول له تعيين الصوره البارزه، وابتدي مثلا ان انا ايه ارفع ملف، او والله ممكن نختار على طول مكتبة الوسائط اهي. ادي الصورة مثلا بتاعة الربح من الانترنت، واقول له تعيين ان هي دي تكون الصورة البارزة بتاعتي. تمام. طيب عايزين ان هو يظهر شريط جانبي، هقول له هنا الشريط الجانبي حطه لي في اليسار. تخطيط المحتوى، خلاص سيب المحتوى زي ما هو، واقول له انا عايز الاعدادات، عايز احط الشريط في اليسار،
واقول له نشر. تمام، هروح على المدونة بتاعتي واضغط بالشكل ده. بص كده اخر مقالة ظاهرة عندي، والمقالة اللي تحتها ظاهرة عندي اهي. تمام، طيب عايزة بقى اروح اظبط ان الشريط الجانبي ده يظهر معايا. يعني انا قلت له حط لي شريط جانبي بس هو لسه ما ظهرش عندي، طب اعمل ايه؟ اروح هنا ارجع تاني. يبقى انا دلوقتي كتبت المقالة الاولانية وكتبت المقالة التانية بالشكل ده. تمام، طيب هاجي هنا ارجع تاني عايزة اضيف الشريط الجانبي.